اللي رايحين نتحدثوا عن قانون الجنسية الفرنسية بالنسبة للجزائريين وبالنسبة للعرب اللي صدر في 22 جويلية 1940. هذا القانون جاء تكملة للقانون اللي قبله اللي صدر في 10 أوت 1927. وقانون 10 أوت 1927 شرحته في العدد السابق يوم الخميس الماضي على الساعة 8، ووضحت لكم الطرق والتسهيلات اللي يقدمهم في مجال الجنسية الفرنسية للجميع. ولكن بعد مرور أكثر من 13 سنة ففرنسا لقت أن هذا القانون الأول اللي هو 1927 كان عبارة عن فتح لأبواب جهنم لفرنسا، إذ أصبح من هب ودب فرنسي. دونك هذا الشيء كان ما يساعدهمش في حقيقة الأمر، لأنهم كان الكثير منهم لا يتكلمون الفرنسية، غير مندمجين في الثقافة الفرنسية، غير معتزين بانتمائهم إلى الجنسية الفرنسية. فقامت فرنسا بإصدار قانون تكميلي بالتحديد يوم 22 جويلية 1940. هذا القانون وجد، هذا القانون بكل بساطة قام بإعادة النظر، يعني لم يقم بإلغاء القانون القديم أو بتغيير البنود، وإنما قام بإعادة النظر في جميع الطلبات المقدمة وجميع المراسيم التي منحت قبل هذا التاريخ، يعني من تاريخ 27 إلى تاريخ 1940. قام بإعادة النظر لأنه كان يستلزم دراسة هذه الملفات دراسة جيدة، ومن خلال هذه الإعادة يعني وهذه الإعادة خدموا بها إلى غاية سنة 1944، قاموا بإلغاء هذا القانون. يعني القانون فقط اللي خرج لـ 22 جويلية 1940 خدموا به إعادة النظر بكو بليس، وكانت الأمور مزيرة ما بين سنة 1940 إلى غاية سنة 1944 كانت مزيرة. لماذا عليه كانت مزيرة؟ لأن النظرة تاع الفرنسيين لطلبة الجنسية كانت غير النظرة الأولى اللي خرجت في سنة 1927. فمثلا هذا القانون بمجرد صدوره قامت فرنسا بدراسة أكثر من 500,000 طلب، يعني الناس اللي تحصلوا على الجنسية الفرنسية آنذاك في 13 سنة هذو فرنسا عاودت قرات ولا درست ملفات ديالهم، ودرست ملفات لأكثر من 500,000 ملف، والنصوص التاريخية راهي تأكد الشهادات، تقدروا ديروا بحث باش تأكدوا من المعلومات اللي راني نقدمهم. ومن 500,000 ملف تم إعادة دراسته تم إلغاء ولا سحب لأكثر من 1500 كما يقولوا لا ناسيوناليتي للفرنسيين. من خلال هذا القانون سحبوا أكثر من 1500 مرسوم من أصحابها وجردوهم من الجنسية الفرنسية، ولكن الحمد لله النصوص التاريخية تقول لأغلبية الناس اللي جردوا لهم واللي نحاو لهم الجنسية الفرنسية هم من اليهود. صافي كيف دير لي زالجيريان لي تونيزيان لي ماروكان سلكوا، سلك كيما يقولوا أجدادنا سلكوا. أجدادنا اللي تحصلوا على الجنسية من سنة 1927 إلى غاية سنة 1940 ما نحاو لهمش برسك الجنسية، تقدروا تقولوا أغلبيتهم يهود، يعني لا بليبار سيتي دي جويف نحاو لهم الجنسية. غيرت فرنسا رأيها في هذا المجال. ولكن العبرة من هذا القانون ولا من هذا الفيديو هو أن نشوفوا وراء السر وراء هذا القانون. السر بكل بساطة يعني لازم تفهموه، وإذا كان فهمتوه شيء مليح. السر أنه القانون صدر في 22 جويلية 1940 وتم إلغاؤه في سنة 1944، يعني بعد 4 سنوات. ولكن في المرحلة 4 سنوات دعوة كانت مزيرة. لماذا؟ لأن فرنسا ديجا أصلا كانت تعيد النظر في الملفات القديمة، فما بالك الملفات الجديدة. إذا كان الجزائريين تحصلوا بالألاف على الجنسية ما بين سنة 1927 بعد قانون فيشي إلى غاية سنة 1940 بعد صدور قانون 22 جويلية 1940 بسهولة، وأصبحوا فرنسيين ومنهم الآلاف، لأن اليوم إذا كانوا احنا مصالح الأرشيف في هذه المرحلة هناك الآلاف من الجزائريين اللي عندهم جنسية في هذه الفترة. فمعناتها بعد سنة 1940 إلى غاية سنة 1944 زيروها، على زيروها لأن القانون الجديد اللي صدر هو إعادة النظر. دونك إيماجيني القدم عاودوا قراوهم، عاودوا فيريفيوهم، عاودوا درسوهم، فما بالك الطلبات الجديدة؟ هل فيها مزيرة؟ بيان سور حاجة باينة في هذه المرحلة كانت مزيرة الدعوة ما بين سنة 1940 إلى غاية سنة 1944. ولذلك
الحظوظ اللي كانوا دي ماجور في هذيك المرحله واللي كانوا خدامين في هذيك المرحله واللي كانوا حاكمين دي بوست سي تي با فاسيل دوبتونير لا ناسيوناليتي وي افون 1940 1800 1927 حتى 1940 كانت الامور سهله بقانون فيشي ولكن من 1940 الى غايه سنه 1944 تزيرت الدعوه تزيرت الدعوه حقيقه و سي تي با فاسيل دوبتونير لا ناسيوناليتي فرونسيز باسكو لي فرونسي بداو يعاودوا الدراسه نتمنى انكم فهمتوا الشيء هذا والقانون اللي قلت لكم هذا اللي رانا نتحدثوا عليه 22 1940 لم ياتي لالغاء القانون القديم وانما دخل تغييرات من بين التغييرات الشروط اللي كانت تطلبها فرنسا لاجل منحك الجنسيه الفرنسيه دونك نتمنى اني وصلت معلومه للناس وللاسف في هذه المرحله اللي قلت لكم عليكم اللي قلت لكم عليها بين سنه 1940 الى غايه سنه 1944 كانت مرحله صعبه جدا ولم يتسنى للكثير صح كان الاف من الجزائريين من التوانسه من المغاربه تحصلوا على الجنسيه في هذه المرحله ولكن مقارنه بالفتره ما بين سنه 1927 الى غايه سنه 1940 فهي مقارنه نقدر نقولوا تمثل 10% مثل 10% المقارنة وحنا المقارنة نديروها طبعا من مصالح الأرشيف إذ أن نشوف القوائم قائمات الناس اللي تحصلوا على الجنسية من أصل عرب في هذه المرحلة وقائمات الناس اللي تحصلت على الجنسية من أصل عرب في هذه المرحلة باه نعرفوا إسكو هذه المعلومات اللي رانا نقدموهم صح ولا غلطين طبعا أنا دائما أقدم معلومات تكون قريبة ودقيقة تكون قريبة من الصحيح ودقيقة نتمنى أنكم استفدتوا معايا نتمنى أنكم خذيتوا نظرة لكيفية البحث يعني دوك أي إنسان حب يبحث في المراسيم ولا أحكام التجنس لازم يعرف أن مرحلة سنة 1940 إلى غاية سنة 1945 بليتو 44 كانت مرحلة صعبة لأن في سنة 1944 من نفس الكارونكات قاموا بإلغاء قانون دي 22 1940 تحية طيبة وإلى لقاء جديد إن شاء الله نزيد نتعلم ونزيد نعطيكم معلومات أخرى وأسرار جدد إن شاء الله ألف سلامة مني لكم.